نخش على السؤال اللي بعديه قبل ما تحكي أي حاجة. السؤال رقم 6. طلع لك مثل. مثل بيقول ديل الكلب ما يتعدل ولو علقوا فيه قط ولا غالب ولا حالب ولا قالب. ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قط ولا غالب ولا حالب ولا قالب. غالب. طيب انت ممكن تعدي من السؤال ده ونسيبك منه يعني لو قلت لي نكته، بس نكته ما تبقاش بايخه كلنا نضحك عليها وما لهاش علاقه بالنمل، ده الشرط. قول لي نكتة. نكتة. لا قول لي نكتة أضحك عليها. إيه؟ ها؟ قول لي نكتة أضحك عليها. نكتة. أنت بس؟ لا يعني انت هتقولها لي مباشره ليا انا بس؟ لا انا اضحك عليها وكل الناس تضحك عليها. انا قلت نكته. لا انا عايز تقول لي نكته اللي هي بتبتدي كان في مره وتكمل. ايه يعني؟ اي نكته. نكت اللي هي زي مره واحد جه يقعد على قهوه وقعد على شاي والنكت دي. ازاي يعني؟ ممكن الكوبايه تقع. تقع ولا الفنجان ولا ممكن اي حاجه تتكسر لو واحد رماها وبعدين لو واحد قاعد صح على قهوه وبعدين طبخ حاجه غلط تروح سايحه بسرعه يجي تاني يكون اللي هي سايحه ومحروقه. طيب تعرف تغني؟ حلو قوي. نغني حاجه. تغني ايه بقى؟ تغني ايه يا سيف؟ تغني ايه يا سيف؟ تغني ايه؟ النمل جميل. النمل ده؟ تغني ايه؟ النمل ده؟ لا انا سمعت كلمة نمل. مفيش ده حد قال كده. ده حد قال كده وهو معدي. معلش معلش. انت قلت. طيب انا قلت. انا شفتك انت بتقول. تغني ايه؟ انا هقول بسرعه مش هقول لك. قول بسرعه. ها يلا. انا عندي عرصه بس في ناموسه جوه التيشيرت بتقرصني. تقول نمله بقى. ناموسه ايه؟ انا سمعت كلمه نمل. انا قلت. انت قلت. انا عارف ان انت قلت. لو انت قلت مره كمان يبقى ايه؟ يبقى انا هخليك تفتح العلبه دي. طب مش هقول خالص، بس دلوقتي انت اخر حاجه كسبتها الموبايل.